العاصفة الهوجاء. جمعتكم هنا اليوم لأخبركم عن سر قديم. هناك كنز مخبأ على جزيرة نائية، قام بإخفائه 7 رجال يملك كل واحد منهم دوامة في داخلها وحش خارق. اسمعوني جيدا، لتحرير هذا الكنز توجد طريقة واحدة تعتمد على الدوامات الخارقة التي يملكها أولئك الرجال، وهي أن تصطف تبعا لنجوم الدب الأكبر 7. إنها قصة شيقة، أليس كذلك؟ اسمعوا وانتبهوا جيدا، ربما تعتقدون أنها أسطورة، لكنني على وشك تحويلها إلى حقيقة، لأن الدوامات 7 الخارقة في حوزتي. حقا يا سيد وهيب؟ هذا صحيح، فقد تم اختياري لأكون المالك للدوامات 7. وها قد حان الوقت لأكمل المهمة التي أوكلت بها وأحرر الكنز. استيقظي أيتها الوحوش الخارقة. إنها ليست حقيقية، لقد حاولتم خداعي بهذه الدوامات 3 المزيفة. والآن اذهبوا واعثروا على الدوامات الحقيقية، عليكم أن تجدوا الوحوش 3 الخارقة. هيا. حاضر سيدي، لا تقلق سنجدها. يا عتاب، حفيدك أخذ دراجتي مرة ثانية. كلا، أنت مخطئة. بل هذا ما حدث، أعتقد أنك لست على علم بأمر دوري الدوامات. لقد ذهب حفيدك الصغير ملك الدوامة الخشبية إلى المدينة ليتحدى البطل الحالي الذي فاز العام الماضي بأفضل دوامة. سيكون استخدام ماهر لدميته الخشبية أمامه مضيعة للوقت، لكن أخبرني، ألن تذهب لمشاهدة المباراة أيها الجد؟ لا، ماهر لم يذهب، إنه يلعب في البستان منذ وقت طويل، انظري إليه. ماذا؟ وهل تحول إلى فزاعة؟ المخادع. مرحباً، سأعرفكن بنفسي، أنا ملك الدوامة الخشبية، لكن بإمكانكن مناداتي ماهر. المهم أنني هنا من أجل دوري الدوامات لهذا العام، وسأتحدى هاني. لا تكن سخيفاً، فهاني يفوز كل عام بلقب البطل المحلي، ولن تتمكن من التغلب عليه. أجل، يستحيل أن يضيع هاني وقته باللعب معك. إذا رفض مواجهتي، فهذا لأنه يخشى الهزيمة. فليأتي ويواجهني إذن، قد يكون هذا هو التحدي 101، ولكنني لا أستسلم أبداً، وسأهزمه هذه المرة وسأصبح البطل. ثانية، إنه شاب مثير للاهتمام، والمثابرون أمثاله نادرون هذه الأيام. هاني، هل ستذهب لتحديه؟ أجل، فهذا أفضل من سماع صوتك المرتفع. كيف تجرؤ على قول هذا؟ ألم يعلمك أهلك كيف تتعامل مع الفتيات الرقيقات؟ أتساءل
السؤال ما الذي يفكر فيه صاحب الدوامة الخشبية هذا؟ لابد أنه فقد عقله، إذ يستحيل على دوامته الخشبية الصمود أمام الدرع الليزري الذي يملكه هاني. هاي، لما تلاحقني؟ ألا تجده أمراً مملاً؟ لقد اعتراني الفضول لمعرفة من يكون صاحب الدرع الليزري، ويبدو أنك لست أهلاً لامتلاكه، أليس كذلك؟ ما رأيكن الآن؟ أولست لاعباً ماهراً؟ ها! هذا لا شيء. انظر، إنه هاني! هاني! يا إلهي، من كان ذلك الفتى؟ أنا أتحداك يا هاني! لا تقل إنك خائف من مواجهتي. يبدو اليوم متألقا. من يكون ذلك الفتى؟ لقد شعرت بقوة هائلة تصدر عنه. هيا، ما بك؟ دعنا نبدأ مبارزتنا، ولا تخجل من الخسارة أمام ملك الدوامة الخشبية يا صديقي. هيا، أنا أنتظر هذه اللحظة منذ زمان، وقد حان وقتها أخيراً. رائع، لنبدأ. لن أسمح لك بالحصول على ما تريده، فهمت؟ يبدو أنه قبل التحدي. اهدأ، أريد التبارز معك فقط، لا أريد أخذ دوامتك. لن تتغلب علي، ولن يحصل على دوامتي إلا من كان أمهر مني. الدرع الليزري! بما أنها ليست مباراة رسمية، سنلعب جولة واحدة، بعدها نعرف من الفائز. أنا موافق، ليكن الفوز للأفضل. استعد. هيا. هيا إلى اليسار. لا لا لا، إلى اليمين. متى قام هذا الشقي بتعديل دوامته الخشبية؟ أذكركما بالحالات التي يتم فيها استبعاد اللاعب لعدم كفاءته. أولاً، إذا توقفت دوامة اللاعب عن الدوران بعد مدة قصيرة من إطلاقها. ثانياً، إذا خرجت دوامته من الحلبة قبل أن تلامس دوامة خصمه. ثالثاً، إذا توقفت دوامة اللاعب عن الدوران قبل أن تتوقف دوامة خصمه. رابعاً، إذا أسقط اللاعب دوامة خصمه وتضررت حلقة هجومها، وبالطبع مهما حدث لن يخسر هاني أبداً. لكن لما يبدو قلقاً؟ هيا، نل منه. أعتقد أن المباريات التي أجريناها سابقاً لم تكن مضيعة للوقت. أعترف أن تحديك رقم 101 أظهر بعض التحسن لديك، لكن لا تنسى أنك تستخدم دمية خشبية أمام الدرع الليزري يا صديقي. هيا، استمر، لا تتوقف. إذا اختار الخصم الهجوم السريع ولم يتصدى اللاعب الآخر له بسرعة، ستكون النتيجة كارثية. يبدو أنك طورت دوامتك أيضاً. ها قد أخرجت درعي الليزري، فلماذا لم يظهر ذلك الفتى الغامض لأخذه مني؟ لا تقلق يا عزيزي هاني، سأحصل عليه في الوقت المناسب. أنا آسف يا صديقتي، خذلتك ثانية.
هل انتهت اللعبة؟ هاني ما بك؟ لم أكن أعلم أن هاني قد طور درعه الليزري، لقد أصبح أقوى من السابق بكثير. دعك من هذا وأخبرني، كيف تجرأت على خداعي بتلك الفزاعة والتسلل من المنزل من دون إذني؟ أنا غاضب منك رغم إعجابي بحيلتك الذكية. لم أرغب في أن تراني أتنافس مع هاني قبل أن أتأكد من هزيمته، الشيء الذي لن يحصل أبداً. لا تقلق، ستهزمه، فأنت حفيدي. هذا صحيح. ما الذي يعنيه رقم 101 على رأسك؟ إنه يشير إلى عدد المرات التي تحديت فيها هاني. ماذا؟ هل تعني أنك تحديت هاني 100 مرة ومرة وخسرت؟ هذا مستحيل. نعم هذا صحيح، خسرت أمامه 100 مرة ومرة، لكنني سأفوز عليه ذات يوم وسأصبح بطلاً حقيقياً. دراجتي! تمتلك دوامة الدرع الليزري قوة دفاعية هائلة لا تتمتع بها أي دوامة أخرى. هناك شيء يصب في مصلحتنا، وهو أن صاحب هذه الدوامة لا يعرف قدراتها الحقيقية. إذن يمكنك الحصول عليها بسهولة. أجل. هذا رائع حقا. أصبحت أمتلك 5 من الدوامات 7 الخارقة. ترى من يكون؟ وما الذي يضمره لي؟ لا تزال الدوامة في مستواها الأول، لكن يمكن تحديثها. إنها تتكون من 4 أجزاء أساسية يا هاني، أهمها حلقة الهجوم العلوية وقرص الوزن الذي يحافظ على توازن الدوامة، ولجعلها تتمتع بقوة دفاعية أفضل بإمكاننا تحويل حلقة الهجوم العلوية إلى قرص وزن. هاني ما بك؟ منذ مباراتك مع ماهر وأنت تتصرف بشكل غريب، هل طور أداءه إلى درجة تبعث على القلق هكذا؟ ماذا؟ لا تكوني سخيفة، ماهر لا يهمني أبداً. أنا أفكر في ذلك الفتى. سخيفة؟ في الحقيقة أحياناً تقولين أشياء سخيفة وتتصرفين بحماقة. ماذا قلت؟ ليس هذا فقط، بل عصبية أيضاً. وهل تظن نفسك أفضل مني أيها الفتى المغرور؟ لابد أن كل المعجبين بك أكثر حماقة مني. تذكرت، طلب إلي بعض المعجبين بك أن أحصل لهم على توقيعك. انظر إلى كل هذا، إن عدد المعجبين يزداد كل يوم. أخبريني، ما رأيك لو حولت حلقة الهجوم العلوية إلى قرص وزن؟ لم تكن تصغي إلي إذن، وكأنني أحدث نفسي. هناك مجموعة من المعجبين في انتظار توقيعك، هل ستوقع أم لا؟ آسف، علي الذهاب للتمرن. لبنى عصبية المزاج، لكنني اعتدت على مساعدتها لي في التمرين. لم أعد أحتمل ذلك الصبي المغرور، إنه يعاملني بطريقة سيئة. به نهائياً ولن أتراجع أبداً.
إنه يتمرن بجهد كبير، أنا واثقة من فوزه في دوري الدوامات للعام القادم. كيف سنطور درع الليزر يا ترى؟ سهرت طوال الليل على تعديل دوامتي الخشبية وتمكنت من إصلاح الأجزاء المتضررة منها. استعد للتحدي 102 يا هاني، أنا قادم. أحتاج إلى عونك يا إعصار. وأنا جاهز، يمكنك الاعتماد علي كلياً. هذا جيد، سأوكل إليك بمهمة. في الحالة الدفاعية يشكل رأس الدوامة قوساً، وبهذه الطريقة تتحرك بسرعة أكبر خلال الهجوم ويدوم دورانها لفترة أطول. أجل، ليس أنت ثانية! لقد قمت بتعديل دوامتي وسأفوز عليك هذه المرة! كانت لبنى محقة بشأنك، أنت شخص عنيد جداً، ولكن يجدر بك أن تستسلم يا صديقي لأنك لن تتغلب علي. إلا أن أداءها أصبح أسوأ من المرة السابقة. أمر هذا الفتى عجيب حقا، لقد خسر أمامي مرات عديدة ويرفض الاستسلام. أنك بطل حقيقي يا هاني، ولكنني كنت مخطئاً، أنت مجرد هاون. من تظن نفسك أيها المتطفل؟ ابتعد، نحن نتبارى، ألا ترى؟ من تكون أنت؟ أنا أدعى ماهر، ملك الدوامة الخشبية، وإذا لم تكن تعرفني فأنت لا تعرف شيئاً. ماذا؟ لم أسمع باسمك أبداً، لكن هذا ليس مهماً، المهم أنني فزت في هذه المباراة، وطبعاً لقوانين اللعبة يحصل الفائز على دوامة خصمه، فهيا أعطني درع الليزر في الحال. انتظر، لم تلعب مباراة رسمية لتأخذه. ها، سأخذه في كل الأحوال. بينما كان ماهر يتحدى هاني للمرة 102، ظهر منافس آخر يريد الحصول على درع الليزر، فهل سيتمكن من ذلك؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.